صباح الخير شباب، شلونكم؟ بشارككم بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. ويلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول، تلعبون أي جيم من مودات الشودان الموجودة باللعبة. مجرد ما تروحون على الكويك جوين وتحصلوها هنا مودات الشودان، تلعبون أي واحد موجود عندكم. التحدي الثاني، مطلوب منكم تتبعون الكلب لشيء ما مهم. راح أعطيكم أماكن اللي تواجد فيها. طبعا هذول الأماكن اللي راح أحددهم ممكن ما تلاقوه بهذول الأماكن، لأن هذا التحدي صعب شوي. أنتوا حظكم بهذا التحدي، إذا ما حصلتوه بهذول الأماكن لازم تظلون تغيرون السيرفر. مجرد ما تروحون على الأوبشن، بعدين تروحون على الأونلاين، بعديها تروحون على فري روم، وظلون كل شوي تغيرون بالسيرفر لحد ما تلاقون اللي هو الكلب. التحدي الثالث، مطلوب منكم تبيعون 3 شغلات للفينس. التحدي الرابع، مطلوب عندكم تقتلون 3 من اللاعبين هيد شوت، ضربة بالرأس بمودات الشو داون. يعني إذا طبيتوا جيم شو داون راح يحسبكم اللي هو التحدي الأول. والتحدي الرابع اللي هو مطلوب عندكم تقتلون 3 من اللاعبين الشو داون. مثل ما قلت لكم، مودات الشو داون تحصلوها لما تروحون على الكويك جوين اللي هم هذول مودات الشو داون. التحدي الخامس، مطلوب عندكم اللي هو تصيدون 3 من سمكة الستيل هيد. التحدي الثالث، مطلوب من عندكم اللي هو تستخدمون اللي هو الايموجي اللي هو التفاعلات مع اللاعبين. مطلوب من عندكم تتفاعلون مع 3 من اللاعبين اللي موجودين باللعبة. التحدي الأخير، مطلوب عندكم تزورون فان هورن. بالنسبة لتحديات الأدوار، ونبديها بتحديات الكولكتر. فالتحدي الأول، مطلوب عندكم اللي هو تشربون 1 من الأنتيكو كحول. بمجرد ما تروحون على الشنطة وتفتحون الشنطة وتروحون على آخر شيء على اليمين على الشنطة وتروحون على الكحول اللي هم هذول البطلز، تشربون 1 من هذولا ويخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني، مطلوب منكم تجمعون 3 من الكوينز اللي هي العملات.
التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 2 من الشياء الكولكتر باستخدام الديتكتور اللي هو الحساس اللي هو هذا. طبعا لا تنسون اي شيء تحتاجوه على ردة راح تحصلوه بالوصف اللي هي اماكن توزيع اشياء الكولكتر والايفنتات واوقات الايفنتات. اما بالنسبة لتحديات التاجر التريدر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون بست حيوانات تكون حجم كبير. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتبرعون بسبع حيوانات تكون حجم وسط. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون واحد ريسبلاي ميشن وتخلصوا بوقت لا يزيد عن 5 دقائق. الريسبلاي ميشن تحصلوا وقت ما تكلمون التاجر اللي هو التريدر، حتحصلون اختيار الريسبلاي ميشن. أما تحديات المونشاين، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تصنعون سبيشال مونشاين. السبيشال مونشاين اللي هي البضاعة اللي يكون فيها منكهات راح تكون سبيشال مونشاين. التحدي الثاني المطلوب عندكم اللي هو تغيرون من ديكور المونشاين. بمجرد ما تروحون على الديكور وتغيرون مجرد اللي هي الصورة اللي موجودة بالمونشاين راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تسوون بضاعة اللي هي البرفيرينج المفضلة وتبيعوها، مطلوب عندكم بضاعتين. طبعا البضاعة المفضلة اللي يكون فيها منكهات وبعد ما تخلصين تصنيعها تبيعوها. أما بالنسبة لتحديات الباونتي هانتر، وراح نديها بتحديات الباونتي هانتر للأشخاص اللي ما عندهم باونتي هانتر ليفل ماكس. فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هانتر من نيو أوستن بوستر. النيو أوستن بوستر يكون تابع لها اللي هي أرميدلو اللي هو من هذا البورد و تمبلويد. تلعبون 2 من أي مكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تمسكون وتربطون 2 باونتي هانتر بهو الرينفورست لاسو اللي هو حبل الباونتي هانتر. التحدي الأخير مطلوب عندكم تتبعون الباونتي هانتر بخاصية الإيجل آي اللي هي خاصية الشخصية. أما بالنسبة لتحديات الأشخاص اللي عندهم الباونتي هانتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هانتر من نيو أوستن بوستر اللي هو نفس اللي موجود عندي اللي هي تمبل ويد وأرمدلود. تلعبون 2 من هذا البورد او 2 من هذا البورد راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تسحبون البونتي انتر وقت ما يكون طالع على الخيل بالحبل، مطلوب عندكم 3. التحدي الثالث والاخير مطلوب عندكم اللي هو تضربون البونتي انتر بالتراكينج ارو اللي هو السهم المتعقب اول واحد على اليمين. قبل ما انسى نسيت ابينكم اللي هو موقع مدام نزار. بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم فتحصلوه اللي هو بهذا المكان بالضبط تحت Thieves Landing اللي هي تحت Black Water. إن شاء الله يكون أفدتكم هذا الفيديو. لا تنسون من اللايك واشتراك بالقناة إذا مو مشترك وفعل الجرس وشاركوا الفيديو كل أصدقائكم عبر ردد. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.